l'inno nazionale del Marocco. إذن على نغمات نشيد الوطنية المغربية أحييكم مرة أخرى. نعتقد بأنه حان الوقت يا منير محمدي لأن تنتقل لنادي آخر. عملية تكتيكية ممتازة. فرصة 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 يا مرابط، فرصة يا مرابط. ماذا يقول حاكم المباراة؟ هل هي ركلة جزاء للمنتخب المغربي؟ هل هي ركلة جزاء للمنتخب المغربي؟ لحظة تردد من الحكم ماركو غويدا قبل أن يقر بركلة الجزاء. والانطلاقة معك يا حكيم يا زياش، بناء هجومي أكثر من رائع. انطلاقة من وسط الميدان، شوف الإعادة، تمرير البينية من حكيم زياش وانطلاقة من نور الدين رابط. كان ذكي نور الدين، رمى بجسمه بهذه الطريقة، استعد ركلة الجزاء، قمة الذكاء، ودعوني أقول بين قوسين قمة الخبت الكروي. هذا ما يحتاج اللاعب في بعض الأحيان. كان ذكي في اصطياده لركلة جزاء للمنتخب المغربي في هذه اللحظات، وفرصة لصنع هدف التقدم. من سيذهب لتنفيذ الركلة؟ من سيتكلف بتنفيذ ركلة الجزاء في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام؟ إذن سننتظر اللاعب الذي سينفذ الركلة، هو حكيم زياش. نعم حكيم زياش من يتكلف بتنفيذ ركلة الجزاء في هذه اللحظات، وجه لوجه مع رايكوفيتش. حكيم زياش يتقدم، حكيم زياش، والهدف الأول. نعم الهدف الأول للمنتخب المغربي عن طريق نجم أياكس أمستردام حكيم زياش من ركلة جزاء. نعم يصنع التقدم لأسود الأطلس والزائر الأسود في هذه الأثناء، وفرحة الجماهير المغربية كما قلت حاضرة بالآلاف، كانت تنتظر هدف التقدم يا حكيم يا زياش. نعم نجم نادي أياكس أمستردام على الصورة أمامنا بالفعل. هذه الإعادة، هذه الإعادة، كان ذكي هنا نور الدين مرابط. كان كلام ولكن في نهاية المطاف الحكم ماركو غويدا نعم يقر بركلة الجزاء. هذا ثامن هدف لحكيم زياش مع المنتخب المغربي من مجموع 14 مباراة خاضها مع المنتخب المغربي. برافو حكيم، برافو حكيم، وصورة معبرة. الأعلام الوطنية هنا ترفرف في مدرجات الملعب الأولمبيكو، كما قلت اجتياح مغربي لمدرجات الأولمبيكو، وذكرت ب طبعا هذه الجالية الكبيرة المتواجدة الجهة اليمنى. مراوغة على مشارف في منطقة الجزاء، لا تدع المجال للتسديد. خطيرة خطيرة، هدف التعادل، هدف التعادل للمنتخب الصربي. هاتف في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام، تتغير النتيجة على بعد ثمان دقائق. والمسجل ولعب ميتروفيتش، عروة ميتروفيتش صاحب الهدف في هذه الأثناء. تاديتش، نعم تاديتش يسجل، نعم هدف التعادل هذه اللحظات مشاهدي الكرام. مهاجم نادي ساوثهامبتون، شوف الإعادة، شوف الإعادة، هذه عملية للهدف. الكرة الماضية وقوف خط الدفاع لم يكن بها جيد، هنا كسر مصيدة التسلل لوجود وضعية التسلل في اللقطة الماضية، وبالتالي تاديتش لاعب نادي ساوثهامبتون يتمكن من إدراك هدف. بن عطية مصاب في هذه اللحظات، لكن الهجمة متواصلة للمنتخب المغربي. حكيم زياش يرفع كرة، جول، جول ثاني مغربي، خالد بوطيب. نعم
الطيب الذكر بوطيب يفعل ويسجل هذا الثاني، ولكن الأجمل العرضية المثالية لحكيم زياش. كل شيء كان جميل في هذه اللقطة منذ انطلاقتك الأولى يا مبارك يا بوصفة، منذ أول لقطة لما استخلص الكرة مبارك بوصفة، لما عبرت مباشرة لحكيم زياش. شوف حكيم، شوف حكيم، يا سلام يا سلام يا سلام على هذه العرضية من زياش على المقاس. يقول لي بوطيب هذه كرة الهدف الثاني، نعم ينجح في وضع براسية، نعم القناص خالد بوطيب المتواجد في الدوري التركي. شوف شوف مرة أخرى، شوف هنا لمسات لا يفعل إلا حكيم زياش، يتحفنا بهذه العرضية ويكمل، نعم خالد بوطيب إلى المرمى، هدفين مقابل هدف واحد. لم يتأثر المنتخب المغربي بالهدف الذي سجله لعب طاديتش، سرعان ما يتم صنع هدف التقدم مرة أخرى عن طريق اللاعب خالد بوطيب. على بعد خمس دقائق من نهاية الجولة الأولى تتغير النتيجة. ليف